أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة مباشر مع حنفي، وحكاية جديدة تعودنا عليها كل يوم في نفس الميعاد وفي نفس المكان. حكايات تحمل بين جوانبها أسرار عميقة، حكايات بتقابلنا كل يوم في كل شارع، داخل كل بيت، خلف كل باب، وعيون تخفي أسرارها، أسرار ستكشف وأخرى ستبقى طي الكتمان. حكايات مستخبية مع حنفي السيد. أدخل على طول ونحكي الحكاية المستخبية. أنا شاب عندي 41 سنة، متجوز لما كان سني 20 سنة أو 21 سنة، يعني بقيلي 20 سنة متجوز. أقسم بالله اللي بحكيه ده اللي حصل، وأقسم بالله حصل الكلام ده، وإن أنا مش هتجاوز في أي كلمة، واللي أنا بحكيه دلوقتي في حكاية مستخبية هي قصتي اللي أنا مخبية. أنا اتجوزت جواز تقليدي وعشت مع مراتي، والحمد لله أنا عندي عيال كبير، ما عنديش غير بنت لسه صغيرة، وأفاجئ بمراتي قصة حب كبيرة بعد ما اتجوزتها وعشرتها زاد حبها في قلبي. تعرض عليا كده، تيجي تقول لي كده بعد 20 سنة جواز، تيجي تقول لي ايه رأيك ما تيجي نعمل ونسوي. انا كنت واقف ببص لها، انت بتقول لي الكلام ده؟ جات لك الجرأة تحكي لي وبتطلب مني ان انا اوافقك على اللي انت عايزة تعمليه؟ كانت مين دي؟ معقولة دي هي اللي انا اتجوزتها؟ معقولة دي اللي انا عشرتها؟ معقولة دي ام ولادي؟ جاية بتقول لي تعال نعمل ونسوي، أنا مش مصدق. بصيت لها واستغربت، أنت عارفة أنت بتقول إيه؟ قالت لي أيوة. أنت مدركة الكلام ده؟ تقول لي اسمعني اسمعني، خد بوجهة نظري، شوف بس أنا هقول لك للآخر إيه؟ هقول لها هتحكي إيه؟ البداية واضحة. تقول لي أنت كده؟ مش تم تسمع للآخر طيب؟ مش تم تعرف أنا عايزة إيه؟ وعايزة تقنعني. عارف بقى، عارفين مراتي عايزاني أعمل إيه؟ أنا طول عمري شغال بدراعي، ربنا كرمني براجل بفلوسه، مش مهم هو شغال إيه، بس شغلنا حلال، هو بفلوسه وأنا بمجهودي، وكنا فعلا أي حاجة نمسكها بإيدينا ربنا يطرح فيها البركة. هو استفاد بفلوسه وأنا استفدت باستثماري وبشجاية وتعبي. الراجل ده أكبر مني بعشرين سنة، يعني في الستينات، بس مش باين عليه، وش الأحمر رياضي، يعني بأمانة اللي يشوفه يقول من سني، رغم أنه أكبر مني ب 19 سنة، بس أنا الهم كني وهو العز صباه، والدنيا كده وأنا راضي. واستمرنا على كده وربنا عطانا والشغل زي الفل، بس الراجل ده كل ما يتجوز يطلع، كل ما يتجوز يطلع، ومحدش يعرف هو ده بيتجوز ليه وبيطلع. طب الخير اللي عنده ده كله هيسيبه لمين؟ ده ما بيلحقش يخلف. استغرب، هو راجل مش بتاع حرام، بأمانة أنا عاشرته وكنت شريكه في كل حاجة، ملوش في الحرام، لا عمره يشرب سيجارة ولا عمره يشرب كاس ولا عمره يلف ولا أي حاجة، بس البنت اللي يحبها ويشوفها يتجوزها، يعيش معاها زي ما يعيش ويطلقها. كنت بقول هو مش عايز عيال علشان ما ياخدش نفسه وعايش لمتعته، لكن لا عمره شفته شمال ولا عمره شفته في حاجة غلط، علشان كده كنت مستريح معاها جدا، يدخل بيتي يقعد معايا ياكل، ومراتي عارفاه وشريكي ومفيش مشكلة خالص. لغاية ما مراتي جايه بتقول لي عايز اقول لك على حاجة. قلت لها خير؟ قالت لا، اوعدني ما تزعلش، واوعدني تسمعني للآخر وما تفتحش بقك بعد اذنك غير لما اشرح وجهة نظري. ضحكت، قلت لها يا ستي احكي، هو طول عمرك ما انت بتحكي، انا كنت قلت لك مره ما تتكلميش؟ قالت لي لا،
الموضوع ده لازم انت تسمعه للآخر من غير ما تتكلم وتسمع وجهة نظري، يمكن أقدر أقنعك. قلت لها انت بتقنعيني على طول، أنا يا ست الحمية سايب لك كل حاجة، أي موضوع بندخل فيه بسيب لك الفلوس وانت اللي بتصرف وانت اللي بتعمل كل حاجة على أولادك، اشمعنى المرة دي؟ قالت لي اسمع وما تتكلمش. وكانت المصيبة، عارفين مراتي جاية تقول لي، عارفين عشرة عمري جاية تقول لي، جاية بتقول لي عارف شريكك ده؟ قلت لها ايه. قالت لي الفلوس اللي عنده ده هيسيبها لمين؟ قلت لها يا ستي ربنا يرزق بقى باللي يورثه، احنا من؟ قالت انت عارف ان هو بيتجوز وبيطلق ليه؟ انا عارفه كل حاجه. قلت لها عرفت منين؟ قالت لي مش قلت لك ما تقطعنيش في الكلام وخليني احكي لك للاخر؟ اتفضلي. شدتني بتتكلم عن شريكي في مواضيع انا اللي معاش ربايلي اكتر من 20 سنه ما اعرفش اللي هي هتقوله لي. فانتبهت قلت لها طيب خلاص اتكلمي اتكلمي. قالت لي كل ما بيتجوز هو ملوش في الخلفه، اتجوز مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه ملوش في الخلفه فبيتطلقوا منه، والخير ده كله هيروح ليه؟ لاخواته. عرفت منين؟ قالت لي مش قلت لك ما تقطعنيش تاني؟ طب انا غلطان اتفضل يا حاج. قال شريكك ده كل يوم والتاني بيكلمني وعينه عليا من زمان، بس انا ما كنتش برضه اقول لك، عارفك حنبلي وهتقول لي ما اعرفش ايه، وهو اللي فاتح بيتنا ربنا خلاه يفتح بيتنا، احنا كنا جايين المحافظه دي ما حلتناش حاجه، هو اللي استقبلنا وهو اللي شغلنا بفلوس وهو اللي فتح بيتنا وهو اللي ربى عيالنا بالخير بتاعه. فقلت هقول لك راجل بيبص لي، ما انا كل طب ما انا بمشي في الشارع ألف راجل بيبص لي، لو كنت قلت لك ده الراجل بيبص لي لو كنت هتدخله بيتك ولا كنت هتشاركه وكنا هنجو. فاسكت اخرها ايه؟ يبص لي من تحت لتحت، يرن عليا في التليفون، يبعت لي صباح الخير، ما رضيتش اقول لك. طبعا انا قاعد ساكت ما افتحش بوق. يعني انت كنت بيكلمك ما بتقوليش؟ طبعا في سري مش عايز اتكلم غير لما اجيب فل اللي ببطنه. بيكلمك وبيصبح عليكي وبيحكي لك انه ما بيخلفش، ده ما حكاليش انا الاسرار ده كله، بيحكي لك ومصاحبه من ورايا. طيب مش عايز اتكلم، انا شايف ان المصايب جايه، المصيبه جايه في الطريق اهو، لسه في مصيبه جايه. وبعدين قالت لي بس الايام اللي فاتت دي كان يا دوبك نظره ابتسامه، يبعت ورده على الموبايل كلمتين حلوين، يديني هديه من وراك. عارف الموبايل اللي معايا ده؟ انت مش سالتني مين اللي جابه لك؟ اللي جابه لي قلت انا وفره من البيت، انا كنت اوفر من البيت، احنا يا دوبك مكفيين نفسنا بالعافيه، ده هو اللي جابه لي. قلت يا نهار اسود، مش يوم ما قلت لك انت ماسكه ايفون وانا ماسك سامسونج؟ طبعا في نفسي انا سايبها خالص، انا قاعد ابص لها واعمل لها كده. فعلا هي كان جاب ايفون معاها. قلت لها جبتيه منين؟ ده غالي، ده تمن يعدي ال 24000. قالت لي كنت بوفر من مصروف البيت. قلت لها خلاص مبارك عليك. تريتها هو اللي كان جابه لها. ساكت، انا قلت مش هتكلم عشان تجيب كل اللي ببطنها، تجيب كل اللي ببطنها. ما بتكلمش. قالت لي ايوه ما تتكلمش عشان ما تزعلش، انا بحكي لك كل حاجه بصراحه، ده غير الهدايا اللي كان بيجيبها وغيره وغيره، انا كنت بقول لك من ايه رايك؟ هو دلوقتي مكلمني بقاله شهرين بيقولي لي مس بتقول بيقول لي ما تسيبي جوزك وانا اتجوزك، ما دام انت ست محترمه وانا راجل عمري ماليش في الغلط، ايه رايك ما تطلقي واتجوزك منه بعد العده؟ طبعا انا بصيت لها، انا مش عايز اتكلم. قلت لها انت عايز ايه يعني؟ مش فاهم. قالت لي ايه رايك في اللي انا هقوله لك؟ ايه رايك ما نعمل على الراجل ده فيلم وتمثيليه؟ اقسم بالله اللي انا بحكي ليكم يا جماعه ده هو اللي حصل، اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله، ثلاثه اللي بحكي لكم عليه ده هو اللي حصل منها. قالت لي احنا نتطلق، بيني وبينك ترمي عليا اليمين ونتطلق، وهو يعرف لانك انت شريكه وهتجيبه، بعد كده بعد شهور العده اتجوزه. تتجوزيه وانا؟ قلت لي اسمع انا هتجوزه واحط شروط الاول للجواز، انه يكتب لي العماره اللي احنا قاعدين في الشقه فيها دي يكتبها باسمي، ويكتب لي مؤخر كويس قوي،
ويعمل لي جايمة كويسة قوي، أعيش معاه على جد ما عيش عشت معاه سنة سنتين، أكون خدت من وراه مبلغ محترم وخدت من وراه جرشين حلوين. بعد كده أدب معاه خناقة وأسيبه وأرجع لك تاني، يكون عملنا خميرة حلوة تنفع ولادنا وبناتنا، وفي نفس الوقت هو اللي بدأ الأول، مش هيقدر يعاتبك ولا يقدر يتكلم معاك، ده هو اللي اتجوز مرات شريف. قلت لها هتكلم بقى، قالت لي رأيك في الفكرة. قلت لها انت عايزة تطلع مني وتجوز شريكي، تحط ايدك على كل فلوسه لانه راجل كبير في السن، وبعد كده بعد ما ناخد منه قرشين تطلع وترجعي لي. قالت لي ايه رأيك، مراتك بتعرف تفكر ولا ما بتعرفش؟ قلت لها طب انت شايفاني يعني ان انا ممكن اخليك تروحي تتجوزي شريكي وهكذا ترجع ليا تاني؟ قالت لي عشان مصلحة العيال، وفي نفس الوقت اللي بنعمله مش حرام، الطلاق حلال، وان انا اتجوز الراجل ده حلال، وان اتطلق منه ده حلال، وان ارجع لك تاني ده حلال، احنا بنعمل حاجة حرام؟ والفلوس اللي اخدها انا مش هسرقها منه، ده كله برضاه. عايز تتجوزني يا ابن الحلال هتطلق من جوزي، بس تضمن لي مستقبلي، اكتب لي العمارة، اكتب لي هات لي عربية، اكتب لي جايمة، اكتب لي مؤخر، اكتب لي كله بحلال ربنا، اعيش معاه زي ما عايش، ده راجل كبير في السن مالوش في التلفة، نطلع بالقرشين الحلوية، يطلقني ادب مع خناقة، يطلقني وارجع لك تاني. انا بقول لكم والله العظيم، اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله، دي حقيقة. طيب اطلقها؟ طب بنت صغيرة وولادي، ولادي كبار صحيح، بس بنت الصغيرة محتاجين أمهم، طب أعيش معاها إزاي وهي سهلة وتخيلت وتوقعت إنها ممكن جوزها يوافق إن هي تكون في حضن راجل تاني وكمان ترجع له بعد كده؟ يعني هي شايفاني إيه؟ ده مش شايفاني خالص، ده أنا قدامها مفيش، لو شافتني راجل ما كانتش ممكن تفكر ان هي تحكي لي، ده معنى ان تيجي تحكي لي وتاخد رايي في الموضوع ده ان انا ما فيش، انا هوا قدامها. لا هوا ايه؟ الهوا ممكن يحرك حاجه، لكن انت شايفني ايه؟ لو رحت قلت دلوقتي لشريكي انت عرضت على مرات الجواز، ايه اللي استفيد؟ أخسر الشراكة، ومراتي قاعدة مع العيال. طب لو قلت له أنا هستفيد إيه؟ هو مش هيخسر حاجة، فلوسه معاه، ما أنا شغال بفلوسه. ولو طلقت مراتي هستفيد إيه؟ بالعكس هي اللي هتستفيد، هتروح تتجوز الراجل ده وتحط إيدها على كل حاجة وهي قادرة تعمل كده. أبقى أنا خسرتها وخسرت العيال. العيال مش هي اللي أم تربي، تاخد بالها منه. يبقى هو استفاد وهي استفادت وانا اللي خسرت. طب انا لو خليتها على ذمتي ما بقى انا خسران برضه، لانها مش شايفاني راجل. طب انا اعمل ايه؟ لو طلقتها خسران، لو خليتها على ذمتي خسران، انا الوحيد اللي خسران، هم مستفيدين بكل حاجه، هو هيتجوزها ولو سبته فلوسه معاه مش خسران حاجه، ولو طلقتها هي اللي هتكسب، هتتجوز وتحطها على كل حاجه، انا اللي خسران واولادي خسرانين. يعني خليتها على ذمتي خسران لانها مش شايفاني، انا مش راجل. ولو طلقتها كسبت ومش عارف اعمل ايه؟ هضربها؟ مفيش فايده في الضرب. لو ضربتها ولا كسرتها، الفكره ان هي شايفاني 20 سنه مش راجل، جايه تحكي لي وعايزه تاخد موافقتي ان انا اوافق ان اطلقها وتتجوز شريكي وتعيش معاه، تطلع بقرشين وارجع تاني اتجوزها، يعني انا مش راجل. قلت لها ما احسن من كده، ما تروحي تعيشي معاه وتاخدي منه كل لقاء معاه، تاخدي قرشين وتيجي تديهم لي. قالت لي اخص عليك، انت شايفني كده؟ اما اللي انت حكيتيه ده ايه؟ قلت لها ده جواز، اتطلق منك حلال، اتجوزه حلال، اتطلق منه حلال، ارجع لك تاني حلال،
لكن انت بتقوله ده انا مش كده، ولا تربيتي كده، ولا اهلي ربوني على كده، ولا انا ربيت ولادي على. هو انت بتقولي ده في تربية؟ حد يقول لي بقى في حكايتي دي من اللي شايفيني دلوقتي، اطلقها خسرت، اخليها خسرت، طب اعمل ايه معاها؟ ادي حكايتي، يا ريتكم تقولوا لي اعمل. اعزائي المشاهدين، دي كانت حكايه زوج من القاهره الكبرى، حكيتها بلسانه وتقمصت شخصيته. يا ريتني اكون قدرت اوصل لكم حكايه المستخبيه، يا ترى من صحابي. تعال نشوف هو مسطرها ازاي. استاذ حنفي، اقسم بالله اقسم بالله انا بحكي لك دلوقتي وانا مراتي قالت لي كده فعلا، انا مش مصدق نفسي لحد دلوقتي. دي مراتي اللي معاشراني بقالي متجوزها 20 سنه، انا اتجوزت وانا عندي 21 سنه، يعني حاليا عندي 41 سنه، تيجي بكل جرأة وقلة ادب تعرض علي عرض زي ده، وكمان بتحاول بكل الطرق تقنعني بيه، وكمان مستغربة ان انا رافض، وبتقول لي انت وش فقر مش وش نعمة، دي حكاية هنعملها ونكسب قرشين وتوتا توتا خلصت الحدود. تصدق يا أستاذ حنفي؟ طب انا لو طلقتها دلوقتي ولادي منها يراعيهم؟ هم صحيح كبار من صغيرين، بس في بنت صغيرة وجودها معاهم مهم جدا، وخاصة ان البنت الصغيرة متعلقة بامها قوي، لكن اللي انتهشته منه هو مجرد تفكيرها في الموضوع ده، وكمان جرأتها في طلب تطلب مني وعاوزاني اوافق كمان. عارف هي عايزه ايه يا استاذ حنفي؟ انا هقول لك الموضوع. من الاول انا كنت مشارك راجل محترم في موضوع مش مهم اقول عليه يا استاذ حنفي، بس هو بفلوسي وانا مجهود، هو بفلوسه وانا مجهود، وفعلا ربنا كان بيكرمنا وبنكسب كويس، وهو راجل كبير اكبر مني ب 19، هو شوف يا استاذ حنفي زايد عني بحوالي 20 سنه مش 19، يعني داخل في حاجه و60 سنه. لكن بسم الله ما شاء الله تشوفه والله اصغر منه، محافظ على نفسه ووشه بك الدم. صح الفلوس يا استاذ حنفي بتعز، والفقر بيزل ويكبر. المهم هو بحكم انه شريكي كان بيجي عند البيت ومراتي عارفاه، لحد ما لقيت مراتي بتقول لي شريكك من زمان عينه عليا، وانا ما رضيتش اقول لك عشان عارفك حنبلي وممكن تعمل معاه مشاكل وتخسرنا الشغل اللي بينكم واللي فاتح البيت. بس انا عايز اقول لك على حاجه، وما تتكلمش غير لما اخلص خالص واسمع وجهه نظري. انا بقول لك الراجل ده بيحاول معايا من فتره كبيره، ولما كنت برفض عرض عليا اسيبك واتجوزه، وانا دلوقتي بقول لك ايه رايك نعمل عليه فيلم، انا اتفق معاك تطلقني واروح بعد العده اتجوزه، وهو مالوش في الخلف خالص، واديك شايف كل ما يتجوز واحده تسيبه علشان مالوش في العيال. فانا اتجوزه واحط ايدي على كل فلوس، وبعد كده اضرب خناقه معاه واقول له شكرا واتطلق، وبعد العده ارجع لك. هو مش هيقدر يتكلم معاك لانه هو اللي بدا بالخيانه وخدك وخدني منك، مش هيقدر يكلمك ولا يفتح بوق. تصدق يا استاذ حنفي جايه مراتي عاوزاني اوافق على كده، وكل يوم تلح عليا وانا مش عايز اتكلم ومش عايز اكلم شريك عشان الشغل اللي بيننا. بس انا دلوقتي اللي بستغرب له مراته مش شايفاني، لو شايفاني راجل ما كانش فكرت في الكلام ده، مش تيجي تقنعني بيه. ادي حكايتي، تقدر تقول لي والناس اللي معاك اعمل ايه؟ يا ترى ممكن نقول له يعمل ايه في حكايته دي، وخاصه ان فعلا لما تقلب الموضوع من كل جوانبه هو اللي خسران. ادي حكايتنا النهارده، اكيد بكره في نفس الميعاد وفي نفس المكان حكاية جديدة من حكاية مستخبي.